أيضاً نقيب أصحاب صالونات التزيين النسائي حسام عقل مهرجان عشتروت الدولي بعروس المصايف علي بمشاركة مصممين عالميين واختصاصيين بالتجميل والتزيين من مختلف الدول العربية وبحضور رئيس بلدية علي وجدي مراد وشخصيات اجتماعية وثقافية وحزبية وإعلامية وفنية. تضمن اليوم الأول للمهرجان عروض أزياء وتصاميم لقصات شعر لكبار المزينين، وباليوم التالي تم تكريم جميع الشخصيات المشاركة بالمهرجان كما كرمت قناة المرأة العربية. هذا مهرجان عشتروت واللي سميناه لأنه آلة جمال، ونحن مهرجاناتنا بتنطلق من الجمال والأزياء والموضة وآخر طلعات الفن والتزيين، ونحن هالمهرجان معتمدينه سنويا تقريبا، والحمد لله السنة هذه كان عندنا حضور عربي رائع جدا. كان من هي الدول العربية اللي حضرت؟ كان عندنا العراق ممثل بعشر أشخاص، رئيس اتحاد الموضة والجمال الأستاذ ميلاد حامد، كان عندنا مصر السيد حمادة السنوسي، كان عندنا الأردن أبو سيمون الحكم الدولي، عندنا من فلسطين، عندنا من المغرب المغرب الحبيب، عندنا من تونس، عندنا سبع دول عربية كانت حاضرة. يعني هذا الشيء فخر لنا وننبسط إنه نحن بهالوضع المأساوي اللي عم تعيشه البلد انه نقدر ننظم مهرجان دولي بحضور وفود عربيه تجي على منطقه علي، والعلي مش جديد علي، يعني علي كل عمره بلدين السياحه والانماء والحضاره. احنا مع الاسف احنا اليوم وصلنا والمفروض كنا نشارك من امبارح، بس ظروف البلد اللي احنا فيها ومع الاسف انها ما وصلتنا الفيز، وكان في صعوبات كبيره حتى نوصل هون ونشارك. هلا انا امبارح عملت عرض كبير، من خلاله عملت عارضات، عملت العرس اللبناني الجماعي، عملنا عرسان مع زفة ودبكة لبنانية، وشفتوا انتم من خلاله الحمد لله نال اعجاب الجميع الحمد لله. يعني عملت انه حبيت انه اخلي الوفود العربية اللي شاركت بالمهرجان تشوف العرس اللبناني من طريقتي مع الزفة والدبكة والعرس الجماعي. خبرينا عن العروس السورية، قدي بهمة انها تتابع الموضة. هلا السوريين بحب المكياج القوي. هلا انا هون اشتغلت في لبنان، شفت الطريقه اللبنانيه. هلا الفتيات اللبنانيه او المراه العربيه اللبنانيه بتحب المكياج الناعم الخفيف عكس المراه السوريه. هلا كمان عندي دورات انا بمصر، كمان عملت دورات بمصر، كمان المراه المصريه بتحب المكياج الصاخب القوي. جينا يعني شاركنا لنمثل الجزائر في لبنان، وشاركنا بعروض أزياء وتسريحات جميلة عصرية. خبرينا عن المرأة الجزائرية، شو هو نوع المكياج اللي بتحبه، اللوك اللي بتحب تظهر فيه أكتر شيء؟ المرأة الجزائرية مرأة كتير بتهتم بحالها وباللوك تبعها، بس شو هو اللوك اللي بتتبعه المرأة الجزائرية؟ انها تتبع اللوك التقليدي. احنا بنحب اللبس التقليدي، باغ اكزومبل عندك انا المثال هلا لابسه لبس تقليدي، يعني بنحب اللبس التقليدي كتير. وشو هو اللبس التقليدي الجزائري؟ يعني لبس كله مصنوع بالايد، يعني فيه شغل وفيه تعب ولبس كتير 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 حلو. بيسعدني يكون اليوم انا بمهرجان عشتروت ضيف الشرف، بقول له لخي حسام انه يعطي العافيه، عمل نشاط حلو كتير، وكان الافتتاح امبارح افتتاح عظيم ومرتب من كل الوفود اللي اجت من الوطن العربي. بحط ايدي بايده وبقول موفق ان شاء الله، وهذه صوره لبنان الحلو على طول يشوفوا هالنشاطات الراقي المرتبه بوطننا الحبيب لبنان. بالحقيقه وجهت لي الاخوه اللبنانيين دعوه للتحكيم في هذا المهرجان، انا مجالي في مجال التحكيم في ملكيات جمال العالم، فحضرت لأقوم بالواجب وأشوف الحضارة اللبنانية اللي هي متواردة من الأجيال. كنا نروح بالزمانات على فرنسا على إيطاليا، فلبنان حضارة وتاريخ غنى العالم وغنى المزين عن كل شيء، صار يجي للبنان حتى يشوف هذه الحضارة، الابتكار، الأناقة، التزيين. يعني لما تقول لبنان يعني جمال. خبرنا
كونك مصمم أزياء عالمي عن الفرق بين المرأة العربية والمرأة الأوروبية، شو اللي بيميز المرأة العربية عن غيرها من نساء العالم؟ أكيد طبعا المرأة العربية هي مرأة قادمة من الشرق وسحر الشرق. المرأة العربية هي أكثر اهتماما للعلم من المرأة الأوروبية. كل المرأة الأوروبية هي بعمل مستمر، والمرأة العربية مهتمة في كل أنواع الجمال، في سواء تصفيف الشعر أو الموضة والأزياء. والدليل أنه المرأة العربية هي أكثر استهلاكا للفاشن من غيرها من المرأة الغربية. نعم، كونك مصمم أزياء عالمي، شو بتحب توجه نصيحة لكل امرأة لتهتم بمظهرها لتبين أكثر أنوثي وجمال؟ هذا سؤال جدا مهم، وانطلق من مقولة عرابتي مدام كوكو شانيل، لمقولة شهيرة جدا تقول: الموضة تأتي وتغيب والأناقة إلى الأبد. هذه دعوة لكل مرأة سيدة وأيضا رجل أنه يهتم بشكله وما يلبأ له، وكيف أنه ينسق الألوان مع طوله وحجمه وجسمه، ويحاول يغطي العيوب، لا يهتم بتفاصيل الموضة وما يطرحها من خطوط موضة مصممين أزياء. خلي يكون لها أو تكون لها ستايل خاص بها، يطلعها تكون أجمل من أنه تكون أنه هي لابسة موضة. هذه الموضة هي علم كيف إحنا نستفاد من خبرتنا، والعالم أصبح قرية صغيرة، ممكن تطلع على تنسيق الألوان، الكاروهات، التقليعات، الخطوط الموضة وما يتناسب معها. ما تغير بعدك حبيبي، ما تغير، وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت. ما تغير بعدك حبيبي، ما تغير، وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت. حبيبي كيف ما كنت.